على جميع الأنبياء والمرسلين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار رب الجنود القادر على كل شيء. موضوعنا الآن خروج بني إسرائيل من قلب مصر كما أكدت التوراة. خروج بني إسرائيل من مصر ومن قلب مصر بالذات، وقلب مصر عاصمتها الإسكندرية، فهي المكان الذي خرج منه بنو إسرائيل كي يخرجوا من مصر. في تلك الليلة اجتمع بنو إسرائيل ومعهم رسول الله موسى عليه وآله الصلاة والسلام، وقرروا الخروج من مصر بأمر من الله سبحانه وتعالى. فعندما خرجوا، فعندما وصلوا إلى البحر، قريبا من البحر، اتبعهم فرعون. اتبعهم فرعون وأراد أن يبطش بهم، فلما اتبعه الجيش، جيش فرعون، فلق الله البحر لموسى عليه وآله الصلاة والسلام، إذ ضرب البحر في مكان اسمه الآن اسمه رأس الحكمة، يعني رأس الآية، بداية الضربة، اسمه رأس الحكمة. واتبعه فرعون وجنوده دون خوف ولا رهبة، عتوا وعلوا وتحريضا من وزرائه. فلما اقتربوا من بني إسرائيل، وصل بنو إسرائيل إلى مرسى مطروح، هو المكان الذي طرح فيه موسى فرعون وجنده في البحر. أخذت هذه البلاد التسمية من مرسى مطروح، طرح فيها فرعون وجنوده. فلما اقتربوا منهم رجع الماء، ماء البحر، وغرق فرعون وجنده. خرج بنو إسرائيل من البحر وهم يركضون في اتجاه ليبيا كي لا يلتحق بهم. وعند وصولهم إلى ليبيا تقريبا 4 أيام سيرا، وصلوا إلى عين مارة. ولنا نبدأ الموضوع بالضبط، ماذا قال القرآن وماذا قالت التوراة. أكد القرآن أن رسول الله موسى عليه وآله الصلاة والسلام كلف بالرسالة غربا وليس شرقا. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وأكد القرآن أن رسول الله موسى هرب من مصر إلى مدين التي يجب أن تكون غربا. أين كلف الله موسى وناداه وكلفه بأن يذهب رسولا إلى فرعون؟ ومدين هي مدينة تونسية، وعلى هذا الأساس وجدت عن الحقيقة، حقيقة التوراتية، حقيقة ما جاء في التوراة، لأن إجماع القرآن والتوراة هو اليقين. إذ لا يمكن أن يخالف يقين التوراة والإنجيل أي علم، علم الآثار ولا غيره، ليس كما بحث
علماء الآثار في فلسطين فلم يجدوا أي آثار تدل على أن النبي سليمان أو داود عليهما الصلاة والسلام مر من هناك، لا آثار ولا سفر. وأقدم آثار وجدت مسيحية، كنيسة مسيحية وليس يهودية، كنيسة مسيحية وجدت في سوريا سنة 225 ميلاد، والكعبة الشامية اللي هم يقدسوا فيها تو يسموها القدس قدست سنة 330 ميلاد بلدها الإمبراطورة هيلان. والقرآن يقين لا يمكن أن يخالفه علم، أولا خاصة إذا كان إجماع بين القرآن والتوراة. أولا ليكن في علم الجميع أنه إلى حد الآن لم يثبت أي باحث في الآثار أن بنو إسرائيل خرجوا من مصر باتجاه الشرق واجتازوا البحر الأحمر الذي لا يمكن اجتيازه، يصل عمقه إلى 90 متر، فإذا فلق الله البحر الأحمر وجد أمام بني إسرائيل 90 متر نزولا، لا يمكن أن يكون لهم حياة. القرآن أن المسافة بين مكة وأورشليم مسيرة 4000، يعني 4000 كيلومتر من مكة إلى أورشليم التي هي في القرآن في التوراة تفشيش تونس. ونرجع إلى سفر القضاة الذي يؤكد وإلى الكتاب المقدس بصفة عامة الذي يؤكد أن بنو إسرائيل خرجوا من الأرض المقدسة وعبدوا غير الله. يقول وإذا تركتم الرب وعبدتم آلهة أخرى، هذه في سفر يشوع غريبة، يرجع فيسيء إليك ويفنيكم بعد أن أحسن إليكم. هذا الآية تتحدث عن رجسة الخراب التي قائمة في حيث لا ينبغي والتي هي إسرائيل. توعدهم الله أنهم إذا تركوا قدسه وخرجوا إلى مكان آخر وعبدوا غير الله في فلسطين التي ما مر بها أي نبي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي كان يتجه إليه، عذبهم الله ويفنيهم فناء تاما. في سفر القضاة أيضا يقول وأنتم تركتموني وعبدتم آلهة أخرى لذا لا أعود أخلصكم. وفي سفر أرميا الذي أخذوه من أورشليم وأرادوا أن يأخذوه معهم إلى فلسطين، ولما وصلوا إلى مصر أبى أن يمشي معهم ولو مترا واحد فرجموه في مصر. يقول ويكون حين تقولون لما صنع الرب إلهنا بنا كل هذا، تقول لهم كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة غريبة في أرضكم هكذا تعبدون الغرباء في أرض ليست لكم. هذا وعد أيضا بأنهم سيخرجون إلى أرض الأعداء بابل الشرق الأوسط، هما أعداء بني إسرائيل أعداء الإيمان لأنهم من هدموا المسجد الأقصى الذي بناه النبي سليمان في ترشيش تونس. وادعى اليهود أن بني إسرائيل خرجوا من مصر شرقا واجتازوا البحر الأحمر. هنا القرآن أيضا يؤكد أنهم عملوا على خراب القدس وسعوا في خرابه، ومن أظلم من منع مساجد الله
أن يذكر فيها اسم وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. نرى أن خمس أيام من عبور بني إسرائيل البحر، يقول هنا خمس أيام. وعمارة في ليبيا، هي قرية عمارة إحدى أجمل القرى في ليبيا، هي قرية ريفية صغيرة وجميلة، منطقة جبلية تقع في مدينتي القبة ودرنة تقريبا. هي قبل المسافة من مرسى مطروح التي طرح فيها وجنده في البحر وبين عمارة بليبيا 571 كيلومتر، وبالضبط تقريبا تصل إلى 15 يوم. وهذا إعجاز علمي، المسافة بين مرسى مطروح والسلوم 220 كيلومتر، بينما مسيرة بين يعني مسيرة 4 أيام. وهذا الأصح، أن المسافة بين مرسى مطروح والسلوم مسيرة 4 أيام، علما أن الطريق غير مختصر. ومن هنا نتأكد أن بيزا سينا وأرض سينا هي برية سين في تونس. وتعتبر المسافة بين مدينة مدنين التي هي مدين، التي هي مدين 11 يوما مرورا بجبل سعير، جبل أرباطة في التوراة، أرباطة أرباطة نحن نسميه الآن أرباطة، اسمه هذا هو اسمه منذ الأزل، اسمه أرباطة، أو ويسمى في التوراة أيضا العربة. وأربطة بالفرنسية مكتوب أربطة، يكتب أربطة بالإنجليزية أربطة، لأنه في الشهر الأول ابتدى يصعد من بابل، وفي أول الشهر الخامس جاء إلى أورشليم. هذه المسافة التي بين بابل وبين بين بابل وبين أورشليم. المسافة بين مدين، المسافة بين مدنين، مدينة مدنين وبين جبل عرباتة وبين جبل سينا اللي هو جبل هوريب الهوارب، مسافة 11 يوما، وهي الآن 450 كيلومتر، 450 كيلومتر على 40 تسمى 11، مسيرة 11 يوما. والمسافة بالكيلومتر الآن. وكما تؤكد التوراة أن المسافة بين مصر وبين بيزا سينا اللي هي برية سين مسيرة 3 أشهر. هنا نعلم أن الأرض المقدسة هي تونس. فقال في سفر التثنية: فقد جاء الرب من سيناء وأشرق لهم في سعير اللي هو جبل عرباتة قفصة، وتلالا في جبل فاران اللي هو جبل الشعامبي، برية فاران هي أفران الآن في مدينة في منطقة
سمامه وجبل شعياع النبي. نقول سمامه لانه في التوراه في الكتاب المقدس وعندهم في اليهود معناها الجبل الاقدس، وهو ايضا يحمل جبلين منهم جزء منه اسمه جبل الزيتون. وأيضا تلك الربوات هي رب بين الجبلين، وهو الفج المقدس الذي فيه الصفا والمروة، الذي فيه الصفا خاصة الصفا، وتلك الربوات الاثنى عشر منهم ربوة الصفا التي وهو فيه وادي، وفيه ايضا امارة اخرى عين ساخنة، عين الحمئة في القرآن، والتي تغرب فيها الشمس، والتي الشمس تغرب عند الصراط المستقيم وعند القدس وعند الاقصى بالضبط، هي مكان غروب الشمس. وتلك اخذوا الحجارة من النهر ورفعوها الى تلك الربوة التي هي من صوان وكالهرم بالضبط كالهرم، وكلها صوان حجرة واحدة، وفيها أيضا مقبرة، المقبرة أثرية، وكانت تدفن فيها الذين يصلبون في تلك الربوة من الفراكسيس اللي هم الفراشيس تلاميذ المسيح عليه وآله الصلاة وأمه الصلاة والسلام. هكذا نكون قد بينا قليلا من الأمور، وإن شاء الله نكمل البقية بالمواقع الأثرية ونعرف بها المواقع المقدسة شعائر الله التي أخص بها الأرض المقدسة، الصفا والمروة التي سبع بيار في جبل شعامبي اللي هو إشعياء النبي، والمشعر الحرام، المشعر هو جبل بجانب مكان القدس الآن، يسمى الآن التلة، ويسمى في التوراة أيضا التلة. وذلك المشعر الحرام هو جبل كثيف الأشجار، لذلك سمي المشعر مشعر، جبل كثيف لا يمكن أن ترى منه الأرض أبدا، لأنه كانوا يسمونه مظلة داود. كانوا يقف الحجاج يوم الغفران في عيد يوم الغفران، حج يوم الغفران، يقفون فيه يوما كاملا حتى يروا آية في القدس في المسجد الأقصى، وكانت الآية بروقا ورعود فوق الأقصى حتى يتيقن أو يعرف المؤمنون أن الله قد غفر لهم، وتلك أمارة من الله سبحانه وتعالى ليقبل زيارة المؤمنين إلى بيته الحرام، بيته الأقدس الذي بارك الله حوله وبارك فيه للعالمين. وإني لأستغرب من جميع المسلمين أن القدس بارك الله فيها للعالم، فهل يمكن أنه لم يبارك لهم؟ هل هم خارج العالمين؟ هل أزالوها من الإسلام من أجل مكة، من أجل الحج حول الكعبة وليس من أجل الكعبة؟ فالحج عرفة، المكان الذي كان يحج إليه أهل الجاهلية الشمس، يعبدون الشمس، ذلك المكان الذي كانت تعبد فيه الشمس أصبح عرفة، وهو الأعراف في القرآن، والأعراف سورة لها سورة في القرآن. لا أدري بأي عقل يرى المسلمون هذا الأمر ويقبلون أن يحجون حج الجاهلية وهم يعرفون جيد كبيرهم وصغيرهم أن كل التفاصيل التي يؤدونها في الحج كانت تؤدى في الجاهلية. هل ظلم الله العرب إذ وصفهم بالكفر وأرسل إليهم رسوله، أم إنهم ظلموا وارتدوا بعد إيمانهم وبعد أن شهدوا الرسول أن الرسول حق وجاءتهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. علينا الآن أن نعتنق القرآن من جديد، وأن لا نفرط من القرآن أمرا، ذلك هو الإسلام، وذلك العهد الذي عاهدنا الله عليه. لن يسألنا الله عن شيء خارج القرآن،
لأن العهد بيننا وبينه شريعته، فإذا أقمناها أبلغنا ما وعدنا، وإذا لم نفي بوعدنا وبعهدنا معه أدخلنا جهنم كما وعد، كما توعد. لذا القرآن حجة، حجج الله علينا. من يأتينا بشيء خارج القرآن لا نقبل مهما كان. كل أمر أمر به القرآن نفعله مهما كان أو كرم. هذا هو الإسلام، وهذه هي الشريعة الإسلامية، وهذه ملة. فمن كان منكم يؤمن بالله فليذهب إلى الله في قدسه. وقال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين. فأين ذهب؟ ذهب إلى القدس. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هنا علينا أن نذهب إلى الله وأن لا نعبد سواه. علينا أن نتخلص من حج الجاهلية ونعبد الله. سورة الخروج هي سورة إبراهيم، على كل مسلم أن يدرسها ويقرأ ويتثبت أنه يجب أن يعبد الله وأن لا يعبد غير الله على الأرض، ويجب أن تهدم كل الهياكل التي يحج إليها الناس كي لا يعبد على الأرض إلا الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.